الكلام اللي هقوله دلوقتي موجه لكل الموجودين، كل واحد هيعرف ايه المطلوب منه قصاد الجميع. وبعد ما اخلص كلام هقعد مع كل واحد لوحده عشان لو كان في استفسار او ملحوظه. درس خصوصي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عدد الشركات والمصانع اللي اسسناهم او اشتريناهم خلال التسع سنين اللي فاتوا 26. 26 شركة في تسع سنين، ده غير اللي راح في التأميم، يبقى إنجاز عظيم. أنا بطلب منكم دلوقتي إن خلال 12 شهر بس اللي جايين يبقوا 40. ما تتخضوش، كل شيء محسوب ومدروس بفضل المعلومات اللي جمعها فوزي ورفعي. رفعي، فائض ميزانية السنة اللي فاتت كام؟ مليار وحوالي 125 مليون. بداية معقولة. احنا مش هنقرب من رأس المال عشان العجلة تفضل دايرة. احنا هنركز بس في الشغل الجديد. ايوه يا سعد، بس انت كده داخل على احتكار وده ممنوع. انا مش عايز احتكر حاجة، انا بس بوسع القاعدة. احنا كده مش بنوسع القاعدة يا ابن عمي، احنا كده بنبلع السوق. والله اللي قادر على الكحل يتكحل ومش عاجبه يرحل. المهم احنا عندنا نشاطات جديدة اول مرة هنعملها، عشان كده عملنا دراسات جدوى وجبنا كتب هتتوزع على كل واحد في اختصاصه. ودلوقتي هوزع عليكم المسؤوليات. ودوات الكهرباء الو يا ابو شاكر، ازيك؟ ازي صحتك؟ الحواله وصلت يا حبيبي تمام وصرفتها، وبعت لك انا ثلاث اخبار وخبر رياضي. تمام. لا، خلينا في الاخبار الخفيفه احسن، يعني فني رياضي. السياسه انا ما بكتبهاش غير في الجرايد المصريه. ايه؟ لا والله، ولا حتى فكره السفر دي جت على بالي خالص. يا عم خليني مراسل حر احسن. طيب بقول لك ايه، في فيلم جديد ليوسف شاهين اسمه اسكندريه ليه، اكتب لك عنه؟ طب تمام خلاص ماشي. طيب اديني 3 ايام بس اكون حضرت الصور. ماشي حبيبي، ربنا يخليك. ماشي ابو شاكر، ماشي، مع السلامه. مع السلامه. ايه مالكو؟ ما لما كل واحد فيكم هيعرف ايه المطلوب منه بالظبط هتعملوا ايه؟ واضح ان الكلام الجماعي مش هيجيب نتيجه، وانا مبقاش عندي وقت، لاني هبدا العلاج الطبيعي من بكره ان شاء الله. عشان نكسب الوقت نبدا فورا الاجتماعات الفرديه. تحبوا نبتدي بمين؟ انت اكيد مجنون، انا هحولك للتحقيق للنيابه. انت ازاي يا معتوه انت تتصور ان ممكن اشارك في جريمه زي دي؟ انا هخرب بيتك. ولا تحت امرك، اخرب بيتي، اعمل فيا اللي انت عايزه، بس اسمعني الاول، وبعد كده انا بنفسي مستعد اروح اقدم نفسي للمدعي الاشتراكي. اطلع بره بره. هطلع بره يا معالي الوزير. ما انا طالع اهو، بس قبل ما اطلع عايز اقول لمعاليك حاجه واحده بس. مفيش حاجه معاليك تقدر تتهمني بيها، لأن الأراضي اللي كلمت معاليك عليها مش مثبوتة أصلا في الدفاتر، يعني خارج السجلات ومن مدة طويلة، وبالتالي مفيش في الموضوع أي جريمة. ها؟ أطلع برا ولا استنى معاليك تسمعني وتفتح لي صدرك الرحيم عشان أشرح لمعاليك اللي معاليك ما خدتش بالك منه من الأول؟ أول مرة تقولي لا يا رفي. لا عشان خايف عليك، لا عشان اللي بتعمله المرة دي لعب بالنار يا سعد. أنا لو أعرف إن الحاجات اللي أنت كنت مكلفني بيها أنا وفوزي طول الفترة اللي فاتت عشان تعمل كده في السوق برضو كنت أقول لك لا. عايز نعمل إيه؟ أحط إيدي السليمة على خدي لحد الطعنة التانية ما تجيني لغاية عندي؟
من العقل برضه انك تستفز المجتمع كله. مفيش غير الطريقه دي اللي هتطلع الفيران اللي عملت العمليه دي من جحرها. وجايز تعمل لك فيران جديده انت مش عامل حسابها. اللي حصل انا محسن مليون المية ما وروش اسباب سياسيه او اخذ بالطار. في قوه اقتصاديه ليها يد في الموضوع، احساسي بيقول لي كده. انا مش فاهم انت يعني هتستفيد ايه لما تعرض العيله كلها للخطر؟ هتحمي مين ولا مين يا سعد؟ هتحمي ألفت ولا باسم ولا هبه ولا رضوى ولا فوزي ولا نفسك ولا مين؟ ايه خرجت نفسك من العيله ولا ايه؟ عارف ايه؟ امال الشركات اللي انا مديك مسؤوليتها دي مش هتخليهم يحطوك معانا في وش المدفع؟ ريف ايه؟ العيله مش نسب ودم وديانه، العيله وطن. 50,000 متر دول في طريق السويس، 72,000 متر دول في زمام القطاميه. المنطقه بقى من عند الكيلو 3 للكيلو 23 طريق مصر اسكندريه الصحراوي فيها 7 حتت يعملوا حوالي 10,000 فدان. في طريق الفيوم بس كفايه. ده لسه يا باشا، ده لسه. احنا عندنا في زمام القاهره الكبرى اكتر من 143 حته ارض محدش عنده فكره عنها. نسيب الاهالي بقى ياخدوها بوضع اليد ولا ناخدها احنا نبشبشها على حبايبنا ياخدوها ويوضبوها؟ اللي يستصلح يستصلح واللي يبني عليها مشاريع يبني والكل يرزق. انت شيطان شيطان. لا كده ازعل من معاليك؟ لا ولا زعلي وحش، انا مش عايز اخد على خاطري من معاليك. وبعد الشيطان ما بيجيش من وراه خير، انا كل خير. ما هي دي الحجه اللي بيدخل بيها الشيطان على مخ البني ادم وعلى نفسه عشان يرتكب الخطيئه. طب انا يعني غير مؤاخذه اجي جنب مخ معاليك ايه؟ يا باشا الدنيا كلها والبلد كلها في معمعه مشاريع والكل بيستفيد، وانا شايف معاليك شغال ليل ونهار وكل من هب ودب عمال يستفيد ومعليك لا. يا باشا خد وقتك وفكر، وما تنساش ان اللي بقول لمعليك عليه ده في منطقه القاهره وبس، لا شرقنا ولا غربنا. فكر معليك وبراحتك، مش مستعجل. براحتك يا باشا براحتك، بعد اذن معليك. ازاي يا سعد؟ ازاي عاوزني ارشح نفسي عن دايره سبتها وانا لسه بنت الضفاير؟ الانتخابات بكره قدامنا لسه كام شهر، انت تنزلي الدايره تشوفي ايه الخدمات اللي ناقصه وتسالي الناس بتعاني من ايه وتحاولي تحلي على قد ما تقدري. الناس اللي هتساعديهم دول هم اللي هيعملوا لك دعايه في الانتخابات. طب قولي انت ايه غرضك من اني ادخل مجلس الشعب؟ اوعى تقول لي السلطه، انا حافظاك عمرك لا حبيت السلطه ولا سعت لها، ومن اول رئيس الجمهوريه لكل الوزراء انت محبوب وكلمتك مسموع. يبقى في ايه؟ البلد بتتغير ومفيش حد محبوب 100%، ولا ما كانش حصل لنا اللي حصل. دخولك مجلس الشعب ورقه الدفاع، تبقى جاهزه ساعه ما اي حد يفكر ينهش الكيان اللي احنا بنبنيه. طب والبنك اللي عاوزني ابقى رئيسة مجلس ادارته ومصنع الموكيت اللي هتبنيه في العاشر؟ هتقدري تديريهم؟ البنك مش غريب عليك، انت خريج التجارة قسم محاسبة. تجارة ايه يا سعد؟ خليك واقعي، انا نسيت الكلام ده من زمان. انا ما اقدرش اشتغل في بنك مش هديره. ما انا جايب لك كتب ليه؟ وبعدين مش هتبقي لوحدك، هتلاقي جنبك 5 مستشارين على الاقل هيساعدوكي لحد ما تفهمي كل حاجة ماشية ازاي. اهي ثقتك فيا دي اللي بتقلقني. وانت طول عمرك بتحب الخدمة العامة، مش سنة 73 اتطوعت في الهلال الأحمر؟ الروح دي عايزة ترجع للعيلة تاني، وانت مش لوحدك، هبقى جنبك ومعاكي، ولو قابلتك أي حاجة أو عصلجت معاكي نحلها سوا. طب حلها لي أنت يا سعد، أنا بني آدم عادي مش جيمس بوند بتاع السيما.
هو انا ملاحق على الشركات والمصانع اللي عندي عشان تشيلني كمان شركه المنتجات الخشبيه والانشاء والتعمير ومصنع الجبس؟ انت كده بتجبسني يا اخويا. لا وايه بقى كمان؟ عايزني امسك الفروع بتاعت اسكندريه. طب ازاي؟ هقضيها 3 ايام هنا و3 ايام هناك؟ يعني 3 ايام اسكندريه تقدر تلعب بديلك؟ العب بديلي؟ هو انا عاد عندي ديل عشان العب بيه؟ ما انت قطعته يا سعد. وما تنساش باسم، انت وعدتني تعلمه الشغل على اصوله. اهي دي بالذات بقى انا عندي وعدي. بس معلش معلش يا ابن عمي، كده كتير عليا قوي. مفيش حاجه كتير على ابو الفوز. امال انا لو جرى لي حاجه من اللي يمسك ده كله؟ معلش شرع لحضرتك، بس تفتكر اني هقدر اكون؟ انا يا دوب اديتك اداره شركه الصناعات المعماريه، وده مؤقتا على ما تخلص دراستك وتفهم السوق كويس من عمك فوزي. بعد كده قدامك مسؤوليه كبيره. اللي تؤمر بيه يا بابا. الامر لله. ايه مش عايز اشوف وشك متاخد كده. بكره اول مره اسافر برا مصر للشغل، مش فسحه. السلام. امبارح كنت صغير، النهارده بقيت كبير، وانا عارف انك مش هتخيب ظني فيك. بس يا بابي دي مغامره كبيره قوي، وانا مش عايزه اسبب لحضرتك في اي خساره. مفيش حد بيكسب على طول، وانت لما تخسري مره واتنين وتلاته هتتعلمي تكسبي منين، او على الاقل هتعرفي خسرتي ليه وتتفادي ده بعد كده. ايوه بس شركه سياحه مره واحده ده في الاول بس، بعد كده هتبقي مسؤوله عن شركه لانشاء الفنادق. طب وابني وجوزي؟ حقهم فيكي لازم يوصل لهم تالت ومتلت. تعملي ده جنب ده. وخالد هيوافق؟ خالد مش لازم يعرف حاجه دلوقتي، انا هحدد امتى تقولي له. مش موجود يا فندم، نقول له مين؟ مع السلامه. خليهم يعملوا لي فنجان قهوه ويجيبوا لي على جوه. حاضر يا الو. يا حاج بسيوني، انا خالد الدالي. جهزت لي الامانه اللي طلبتها منك؟ طيب خلاص هبقى افوت عليك بعد العصر اخدها منك ونتحاسب. قول لي انت هتكون في فرع قصر النيل ولا في الساغه؟ طيب ماشي يا حاج بسيوني، ماشي يا حبيبي، سلام. الو. اوعي بقى تكوني نسيتي صوتي المره دي لحسن ازعل بجد. طيب عايز اشوفك النهارده ضروري جدا 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 الساعه 8 بالدقيقه في كازينو الشجره. لا ليه بقى؟ دي هتعرفيها لما تيجي ان شاء الله. يلا باي. اخر حاجه كان ممكن اتخيل نفسي فيها ان ابقى سيده اعمال. لا وايه، عندي مزرعه سمك وشركه لاستيراد وتصدير المنتجات الغذائيه. بس انا عايزك تاخدي الامور جد. ما تقلقش بابي، انا بموت في الشغل، ولو اني زعلانه شويه انه ممكن يبعدني عن الرسم. ليه؟ هيبقى عندك مناظر طبيعيه في مزرعه السمك، ارسمي على كيفك. لا هو الاجمل بصراحه ان انا ازور البلاد اللي هستورد منها المنتجات بتاعتي وانقي بنفسي. مش عايزه تفوتي حاجه، بزنس وفسحه. معلش بابي من اولها كده الشرط نور. انا كل اللي يهمني انك تفكري ازاي تنجحي المشاريع بتاعتك. ما تقلقش يا فندم، كله هيبقى تمام ان شاء الله. عظيم، اندهي المجموعه بقى عشان اقول لهم كلمتي الاخيره. لحظه يا بابي من فضلك، كان في حاجه حصلت كده وكنت عايزه احكي لحضرتك عليها. حاجه ايه؟ حضرتك تعرف صحفي اسمه ادهم فارس؟
بتاع جريدة البدر. حضرتك تعرفه كويس. انت تعرفيه؟ يعني مش قوي، اصلا انا رحت له النهارده الجرنان، ولان هو يعني كان واضح انه موضوع كبير، نأجله لبعدين وهقعد معاك لحد ما اقول للمجموعه اخر ما عندي. اهم واخطر ما في الموضوعات اللي اتكلمنا فيها النهارده في السريه، لان كتير منكم ما يعرفش نظام الشغل عندنا ازاي. فوزي ورفقي وغلفه عارفين، انا عايز كل واحد فيكم يدرس المشروع بتاعه كويس وينفذه بمنتهى الدقه والمهاره والسريه. انا عايز السوق يصحى في يوم يلاقي مباني الشركات والمصانع طلعت له من تحت الارض فجاه. طبعا فوزي ورفقي العبء عليهم هيبقى اكبر، لان هم هيشرفوا على كل المشاريع الجديده وهيبلغوني باي مشاكل ما يقدرش يحلوها معاكم. ربنا يوفقكم ويقدركم على المسؤوليه.